ياسمين مالك يا حبيبتي؟ هو عمل فيكي حاجة تاني؟ مش أنا عرفت مين الزبالة اللي قلتيلي إنك هتدوريلي عليها؟ ما تشغليش بالك وهتاخديلي حقي منها؟ بجد؟ مين؟ يعني عرفتيها إزاي؟ يوضع سره في أضعف خلقه، مش مهم إزاي، المهم ليه؟ ليه إيه؟ ليه؟ أنتِ عارفة؟ أنا وأنا جاية دورت على حد أروح أشتكي له منك، ما لقيتش حد وجيت لك في الآخر، ده أنا كنت مطمنة لك أوي ومأمنة لك، وكنت بحمد ربنا كل يوم أنا عوضني بيكم أنتوا الاتنين. في الآخر تخونيني مع جوزي اللي أنتِ بتقولي أنتِ تخلصي خالص وما تكذبيش، لأن أنتِ مش محتاجة إنك تكذبي، لأن ما بقاش فارق معايا. أنا جاية عشان أسأل سؤال واحد بس، ليه؟ والنبي تقولي لي ليه؟ ليه عملتي فيا كده؟ ده أنا ماليش حد في الدنيا غيرك. ليه قلتي إن أنتِ أهلي؟ وإنك في ظهري؟ ظهري عشان تضربيني؟ ده أنا ماليش أصحاب، ماليش حد خالص غيرك أنتِ وبس. ما تعيطيش وتعملي شوية عليا، لأنك مش هياكل ده معايا، مش هياكل. وتصدقي؟ أنا سبت وحاسة، كنت حاسة إن أنا رفعت بيخوني، بس أنتِ والله آخر واحدة على وش الأرض كنت ممكن أتخيل إنك تعملي كده. ده أنا كنت بحبك أوي، لأن ما كانش ليا حد في الدنيا غيري. لما بتعب بتضايق بجري على حضنك عشان تطبطبي عليا وتاخديلي حقي. بيتي فرشناه أنا وأنتِ مع بعض، أوضة نومي أنتِ اللي اخترتي لونها، بس ما كنتيش بتختاريها علشان أنتِ، كنتي بتختاريها علشانك أنتِ. أنا آسفة. آسفة إيه وزفتي إيه؟ أصرفها منين دي؟ والله العظيم كنت عايزة أكسره زي ما كسرك. أنا في الأول كنت عايزة أنتقملك منه، أكشفهولك. أنا ما أعرفش إزاي، أنا ما أعرفش إزاي حبيته، والله ما أعرفش إزاي حصل كده. تكسريه حبيبتي، انت عارفه مين اللي اتكسر؟ انا اللي اتكسرت، انا اتكسرت وعريتيني، عريتيني. ابعدي عني، ابعدوا عني انتوا الاتنين، جبتكم القرف. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. كنت فين؟ الولاد فين؟ الولاد كلهم بره. كنت فين يا هانم؟ كنت عايزة أعرف أنتوا ليه عملتوا فيا كده؟ بس برضو ما عرفتش. هما مين دول؟ أنت وصاحبة عمري اللي بتدافع عن حقوق المرأة. قال وإيه؟ ما بتطقهاش، وكل ما تيجي البيت يركبك بيت عفريت. ما ترد، ما بتردش ليه؟ ولا أنت صوتك ما بيقلاش غير عليا أنا؟ مش أنت كنت عندها امبارح طول الليل وقلت لها إيه اللي أنت عملتيه في المستشفى؟ قالت لك بقول لك إيه؟ العلاقة دي لازم تخلص. ما ترد، ما ترد يا سندي يا ظهري يا رجلي، ما ترد. عملت فيا كده ليه؟ ولا خلاص مش قادر تنطق دلوقتي؟ مش انتوا بتخونوني بقالكم سنين؟ ترد ما تردش مش فارق، انت ما بقتش فارق معايا. طلقني يا رفعت. الكلام ده ما حصلش، ولو هي اللي قالت كده تبقى كدابه وعايزه تخرب البيت. لا مش كدابه، وانت كنت عندها طول الليل وهي حكيت لي على كل حاجه ما بينكم. طلقني، مش عايزه اعيش معاك. اوكي
حصل. انا على علاقه بانجي بس ما اتجوزناش، ومش عاوز اطلقك عشان العيال. يبقى نهدى ونتفاهم بهدوء ولا ايه؟ لا مش هتفهم، انت هتطلقني، وانت بقى روح عيش معاها زي ما انت عايز. اروح ايه؟ لا يا مدام، حضرتك فاهمه غلط. انت اللي طالبه الطلاق، يبقى تطلعي من الباب ده بطولك. حتى الهدوم اللي عليكي دي بفلوسي، يعني بتاعتي. ايه؟ مش انت اللي طالبه الطلاق؟ خلاص، انت لو وقع عليكي ضرر، ولا انا اتجوزت انجي، ولا انت حاضنه، يعني مالكيش اي حاجه. تخرجي من هنا عافيه. ما عنديش حاجه اقولها لك، لانك واطي واطي وزباله وحقير. متشكر، انت اللي طالبه الطلاق، مالكيش عندي غير المؤخر بتاعك. كانوا كام؟ 10,000 جنيه تقريبا؟ هتاخديهم وتتفضلي مع السلامه، ولا تهدي كده وتطلعي تاخدي لك شاور في الحمام بتاعي، وتنزلي تاكلي لك لقمه من فلوسي، وتقعدي في البيت ده، وابقى سايب الكرم مني. هتطلق، هتطلق يا رفعت. خلاص بقى، شكلها خناقه كبيره، يبقى اكيد عرف. عرف ايه؟ خلاص بقى يا ولية، احنا عندنا ولاية، استغفر الله العظيم يا رب. لا بحق، عرف ايه؟ طب اقول لك وما تقوليش لحد. لا، شفت مراته امبارح في حضن واحد في العربيه. وانت رحت قلت له؟ اقول ايه ولمين يا ولية يا مغبوله؟ طب يمكن مش هي. لا هي، انا بغسل العربيه كل يوم وعارفها، بس الراجل اللي معاها ده شفته قبل كده اكيد. اول ما شافوني طلع بالعربيه جري. خص عليه. بقول لك ايه، احنا مالناش صالح بالحكايه دي، عشان هم هيتصالحوا واحنا اللي هنتعك فيها. انت ما تفتحش بقك ده خالص. افتح بق ايه بس يا ولية؟ هو انا لحقت؟ انا كنت هاخد فلوس ياما على حس الموضوع ده. فلوس ايه؟ ما انت بومه. هو انت طول ما انت ورايا هشوف فلوس. يلا هوري هوري. وني مالي وانا كنت قلت حاجه؟